قبل انطلاقة مباراة اليوم في هذا اليوم الكبير بالتأكيد في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء. تحياتي محدثكم فهد العتيبي. وها هو التشكيل الأساسي في مباراة اليوم. وركلة البداية يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، يلعبها أرضية ويلعبها أرضية. كليني، مانزوكيتش يمر يلعب كرة بينية، مانزوكيتش يرسلها إلى منطقة الجزاء، يلعب كرة طويلة، إيغوين الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، بطاقة صفراء، قرار سليم من الحكم. تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. يحاول لعب الكرة بالرأس، تصدي رائع جدا من الحارس. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. كرة تمر بسلام على المدافعين. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. لاعب يستحوذ على الكرة، انطلاق الآن إلى الأمام. بهرامي، ضيرة، يلعبها طولية عند المساحة الخالية على الطرف، تسديدة من أول لمسة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. الله على الكرة، جميلة، يلعبها ببراعة، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. لا يمكن أن يضيع مثل الكرات، لو كنت مكانه بالتأكيد سأسجلها. Thank you.
تغير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. كرة على الجانب لهذه الوضعية الآن باعتلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول. رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. يلعب كرة على اليسار في انتظار التمرير الآن إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تسديدة في اتجاه المرمى، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. كرة طولية في المساحة الخالية، ماذا بعد؟ إيغوين أبعدوها. وأجمل بينية، كرة إلى الأمام، الآن إمكانية المرتدة، ضغط قوي وينجح في استعادتها. تمريرة بينية، علي عدنان في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح، يلعب كرة بينية. التغيير سيتم في هذه الأثناء، اللاعب جاهز تقريبا عند خط التماس. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يبحث عن حلول. لاوديو ماركيزيو، لمسة على اليسار، يستعيد الكرة مرة أخرى. أليكساندرو لديه الفرصة الخطيرة، يحاول أن يلعب كرة بينية، يبحث عن زميله. لاوديو ماركيزيو يبحث عن المهاجم. خضيرة، لختشتاينر يلعبها عرضية، قراءة ممتازة من الدفاع. تنطلق الصافرة، تأتي المباراة إذن. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف، لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية، جدار برلين. أعتقد